أنا أضم صوتي إلى هذه المسيرة العالمية من أجل السلام ولرفض العنف، لأنني أرغب أن أرى عالما خاليا من السلاح النووي، لأنني أرغب أن أرى انسحابا فوريا لكل القوى الغازية والمحتلة من الأراضي المحتلة لدول وشعوب أخرى، لأنني أرغب أن أرى يوما وقد نزعنا كل أنواع الأسلحة من مجتمعاتنا، لأنني أتمنى أن يأتي اليوم الذي نوقع فيه فيما بيننا معاهدات ليس فقط لعدم الاعتداء بين بلداننا، وإنما أيضا لتعميق أواصر الصداقة والتعاون والتنمية بيننا. إنني أنضم إلى هذه المسيرة لأنني أرغب أيضا أن يأتي اليوم الذي نعمل فيه جميعا من أجل تحقيق وتنفيذ كل القوانين الدولية والالتزام بشرعة وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما كل تلك النصوص في الفصل السادس المتعلقة بتسوية النزاعات بالطرق السلمية. أشكر للذين يعملون من أجل هذا المشروع النبيل، وأتمنى لهم التوفيق باسمي وباسم اللبنانيين وجميع أبناء هذه الجالية الكريمة المقيمة في الأرجنتين. Gracias.